السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الثالث الإعدادي، هناخد مع بعض جرامر الوحدة الخامسة. هنسمي الله في الأول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده على ability or inability، المقدرة وعدم المقدرة in the past، في الماضي. اذكركم ان مع قناه الانجليزي اسهل مع ميس ساره سامي. لسه ما انضمش لينا، انضم عن طريق الدكتور زرار الاحمر سبسكرايب الاشتراك وكمان تفعيل رمز الجرس عشان يوصلك الجديد بتاعنا. وما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك ومتابعه واعجاب بالصفحه وصفحتنا على الانستجرام ساره سامي 825825 والاسم مكتوب بالانجلش والارقام بالانجلش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الابيليتي اور inability in the past، المقدرة وعدم المقدرة في الماضي. تعالوا نشوف كده المقدرة وعدم المقدرة في الماضي دي هنقسمها ازاي. اول حاجة يعني خلينا نشوف كده الموضوع باختصار وبعدين نبدأ نتوغل فيه اكتر. انا عندي could و couldn't، was او were able to، الاثنين بعدهم الفعل في المصدر، الاثنين معناهم المقدرة في زمن الماضي. could ده الإثبات منها، couldn't ده النفي منها. الاثنين دول بستخدمهم للتعبير عن القدرة على عمل شيء في الماضي، ولكن بشكل عام. بشكل عام أنا ما عنديش القدرة اللي أنا أعمل ده، أو بشكل عام عندي القدرة اللي أنا أعمل ده بشكل عام. طيب أمال was able to بعدها الفعل في المصدر، أو were able to زائد الفعل في المصدر، دي الإثبات النفي منها wasn't able to زائد الفعل في المصدر، او weren't able to زائد الفعل في المصدر. امتى اختار was وامتى اختار were او wasn't و weren't؟ was قلنا مع I was و he was she was it was، لكن where بتيجي مع ضمائر الفعل الجامع we و they و you. طيب هنا was و were الإثبات بتاعها able to زائد المصدر، أو النفي منها wasn't و weren't able to زائد الفعل في المصدر، دول بيستخدموا للتعبير عن القدرة على أو عدم القدرة على عمل شيء في الماضي، ولكن في موقف معين. طب تعالى نشوف السؤال بيجي عليها إزاي، وبعدها نبدأ نشوف التفاصيل بتاعتهم أكتر. السؤال لما بيجي لي سؤال مثلا على سبيل المثال rewrite، بيقول لي I wasn't able to ride a bike، كنتش قادر اركب الدراجة at the age of four، في العمر الرابع. عايزني احط couldn't. طيب انا هشوف الاول الجملة هنا فيها ايه اللي شبه couldn't. wasn't able to هي دي اللي شبه couldn't. يبقى انا زي ما انا حاطة تحتها خط كده هبدأ اشيلها، هحط تحتها خط ونبدأ نشيلها ونحط بدلها couldn't، فتبقى ايه؟ I couldn't ride a bike at the age of four. تعالوا نشوفها مع بعض كده. يبقى في الأول أنا بعمل ايه؟ بحذف ما يعادلها في المعنى. هو مديني عايزني أحط couldn't، طب أشيل اللي شبهها في المعنى موجود في الفقرة وبحطها هي. طيب نيجي للي بعدها، could you walk at two، هل كنت بتعرف تمشي وانت عندك سنتين؟ عايز احط where، يبقى انا هشيل could واحط ايه؟ where you able to walk at two، هل كنت تقدر تمشي وانت عندك سنتين؟ طيب خدوا بالكم اللي احنا هنا عملنا سؤال بادئ به where، يعني وير دي تعتبر فعل مساعد مش أداة استفهام، بعدها جاء الفاعل، بعدها جاء بقيتها وير able to، هنا بقولت وير يو فاعل able to. هندخل في التفاصيل دلوقتي، بس أهم حاجة ركزوا دلوقتي على السؤال وإجابته. طيب سهى، أنا ململكوا جميع الأشكال بتاعتها اللي ممكن تيجي في 1، أهو زي ما انتوا شايفين أنا مرقمة في 1 و 2 و 3. هنا سهى couldn't watch too much TV as she had an exam، ما قدرتش تتفرج على التلفزيون كتير عشان عندها امتحان. عايز نحط able، هشيل اللي شبهها، استبدل ايه؟ couldn't ب wasn't able. يبقى انا لما يجيب لي able هنا يبقى عايز نحط ايه؟ اللي هو was aware، بس هنا سهى تاخد ايه؟ was، وهنا نفي، يبقى احط ايه برضه؟ نفي wasn't able
يبقى ايه، واحط بعدها تو زائد الفعل في المصدر لانها مالها مساويه لها في التعبير عن عدم القدره في الماضي، فتبقى ايه، so wasn't able to watch too much TV as she had an exam. اهي قدامكم قارنوا بينها وبين هي كانت جايه ازاي في الاول. تعالوا نكمل مع بعض. 4 he could surf the internet yesterday. عايزني احط ability، يبقى هنعمل ايه، هستبدل could دي بايه، بهاد ذا ability تو، عنده المقدره ليه. ability دي الماضي منها هاد، هي هاد ذا ability تو، هاد ذا ability تو سيرف ذا انترنت يسترداي. يبقى ما يجيب لي عايزني اشيلها واحط ability، بشتغل could واحط الability واجيبها ايه برضو في الماضي، تبقى had the ability، عنده او كان لديه المقدرة. طيب نيجي لنمبر 5، she was capable of doing her homework yesterday. عايزني احط كود، هستبدل ايه، هستبدل was capable of doing هنا، لان هي هستبدل الاي ان جي اللي فيها، هنشوف ازاي. احط ايه كود، فتبقى ايه، she could do، طبعا could بيجي بعد الفعل في المصدر، she could do، ما جاتش doing، جت do her homework yesterday. طيب number 6، number 6 I was able to solve the problem well. انا كنت بقدر احل المشكلات كويس. عايز نحط capable، capable بتاخد حرف الجر ايه of، يبقى I was capable of solving the problem well. طيب وهنا solve كانت في المصدر عشان to بيجي بعد الفعل في المصدر، هنا of بيجي بعد الفعل في ing، فبقت solving. خدوا بالكم من الحاجات دي لان دي مهمة. يبقى باسم couldn't spell difficult words، كانش بيقدر يتهجى الكلمات الصعبة. عايز نحط to spell، to spell بعد الفعل في المصدر اهو، هي برضه هتبقى زيها. يبقى هنا باسم wasn't able to spell، يبقى هنا المقصود ب to spell اللي انا احط ايه، able to، was أو where بقى حسب ايه الفاعل. هنا باسم wasn't able to spell difficult words، اخدت هنا ايه wasn't، هي اساسا منفية فانا حطيتها هنا في، بس اخدت was عشان هنا ايه بيعادل هي. طيب تعالوا بقى احنا كده خلصنا طريقة الاسئلة، خلصنا هي بتيجي ازاي. تعالوا بقى نشوف الموضوع عبارة عن ايه. بعد ما هنقرا المقارنة اللي انا عاملها لكم دي، هترجعوا تاني تسمعوا الفيديو من اوله على ال 7 بوينتس، السبع نقاط اللي انا جبتها لكم في الاسئله دي، اللي هي ايه، ادا 7 6 5 4 وقدام اخدنا ايه 3 و 2 و 1. يبقى احنا في الاول فهمنا الفرق ما بينهم في المعنى ايه، وخدنا سبع نقاط، في الاخر هنعمل المقارنه بينهم وبين بعض عشان نعرف الفرق بينهم في الجمله، وفي لما ابدا ب yes no question، ولما ابدا باداه استفهام. يبقى انا عندي could وcouldn't، could مثبته couldn't منفيه، والاتنين بعدهم الفعل في المصدر. الجمله بتيجي ازاي، I could swim when I was 6، يبقى انا اقدر اسبح عندما كنت عندي 6 سنين. طيب لما تيجي في yes no question بتيجي ازاي، could وبعدين السبجكت، could وبعدين السبجكت وبعدين فعل في المصدر. could you read when you were 6، هل كنت تستطيع تقرا وانت عندك 6 سنين. طب الرد عليها ايه، اي حاجه بتبقى yes no question الرد عليها ايه، لا اما بيس لا اما بنو، yes I could او no I couldn't. ناخد بالنا نو no، يبقى في هنا برضو نقطه. طيب ال wh question بيجي فيه ازاي، what بحط اي اداه فيها استفهام فيها wh، what او where او when وهكذا. يبقى what could you do when you were 5، انت كنت بتقدر تعمل ايه وانت عندك 5 سنين، عادة استفهام بعدها could او couldn't، بعدها السبجكت الفاعل وبعدها الفاعل في المصدر اهو، عادة الاستفهام فعل مساعد بعدها الفاعل بعدها الفاعل في المصدر. الرد عليها ايه، هيبقى جملة I could ride a bike، كنت بقدر اركب دراجة او عجلة when I was 5، لما كنت 5 سنين. خلصناها، تعالوا نشوف was aware able to زائد الفعل في المصدر.
طيب النفي منها wasn't أو weren't able to زائد الفعل في المصدر. تعالوا نشوف شكلها في الجملة. I was able to find your street but I couldn't find your house. أنا عرفت أجد الشارع بتاعك لكن ما عرفتش أجد المنزل. طيب they were able to هنا مع was هنا مع were. They were able to solve the difficult problem which we couldn't solve alone. هم عرفوا يحلوا المشكلة اللي احنا ما عرفناش نحلها لوحدنا. طيب ده شكلها في الجملة، قلنا السبجكت الفاعل وبعدين was أو were able to زائد الفاعل في المصدر. طيب هنا yes أو no questions، تبقى were you able to do the homework، هل كنت تقدر تعمل الواجب بتاعك؟ هقول yes I was أو no I wasn't، أيوة كنت بقدر أو ما كنتش بقدر. طيب WH questions سؤال بـ WH، آلات استفهام بعدين فعل مساعد عندي هنا was أو were زائد الفاعل زائد able to زائد الفاعل في المصدر. What were you able to see at the concert؟ كنت عارف تشوف ايه في الحفلة؟ I was able to see lots of different singers. كنت قادر اشوف مغنيين مختلفين. كده خلصنا مع بعض جزئية المقدرة وعدم المقدرة. يا رب تكون وصلت لكم بشكل سهل. دمتم في أمان الله.